نرحب بضيفنا من جنيف الاستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف للعداله. مساء الخير استاذ ناجي. اهلا بكم يا مرحبا. نتحدث عن الملف الحقوقي في العراق خلال سنه 2018. نعم. هل اشرتم اي اختلاف او تحسن في الملف الحقوقي في العراق خلال 2018 واختلف عن السنوات السابقه من 2003 حتى هذه السنه؟ أهلا بكم أستاذ ماجد وبمشاهديكم الكرام. أعتذر بداية، هنالك مشكلة عندي في الحنجرة. فالحقيقة يعني من المتابعة اليومية التي يقوم بها مركز جنيف الدولي للعدالة لم نؤشر أي تطور في الوضع الخاص بحقوق الإنسان في العراق، بل بالعكس نحن نرى دائما أن هذا الوضع هو في تردي مستمر. يعني لم نرى نهاية للانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان، والأهم من ذلك نحن لم نرى أي محاسبة لمن يقوم بالانتهاكات، وهذا أمر خطير جدا، هو الذي يؤدي إلى أن تتزايد هذه الانتهاكات وتستمر طالما أن هنالك من يأمن العقاب. المظاهرات التي جرت في العراق، التي تجري في العراق خلال هذا العام وهي مستمرة لحد الآن، تؤكد مرة أخرى أن الوضع وصل إلى مستوى متدني جدا، بحيث أن الناس تخرج للمطالبة بالماء. يعني هذا عندما نقارنه في أي مكان في العالم، لا يمكن أن تخرج مظاهرات في دول أخرى في العالم حتى تطالب بقطرة ماء. المتظاهرون يخرجون من أجل تحسين الرواتب، يخرجون ضد ارتفاع الضرائب أو ضد ارتفاع الأسعار، يخرجون في مطالب أخرى لتحسين حياتهم، لكن المواطن العراقي أصبح في وضع أنه حتى الماء لا يتوفر لديه في مدينة مثل البصرة التي تنتج يومياً 3,250,000 برميل من النفط الخام بما يعادل 280 مليون دولار. هذه المدينة يفتقر أبنائها إلى الماء، وبالتالي خرجوا عندما لاحظوا أن هنالك صمت كامل من الحكومة وعدم استجابة لطلباتهم الواقعية. رأينا أنهم رفعوا من سقف المطالب إلى المطالبة بتغيير النظام، والسلطة تصدت إذا سمحت لي تصدت بالرصاص لهؤلاء المتظاهرين، فقتلت منهم 22 متظاهرا ومئات أيضا الجرحى، كما أنها لاحقت الناشطين واغتالت العديد من الرؤوس والمنظمين لهذه التظاهرات. أنتم في مركز جنيف للعدالة، هل تم توثيق مثل هذه الجرائم؟ هل تم إيصالها إلى من يعنيه الأمر من منظمات حقوقية دولية؟ بالتأكيد، يعني نحن على متابعة يومية مستمرة. يعني والاسم الصحيح للمركز هو مركز جنيف الدولي للعدالة. نعم. فقط للتثبيت هذا. أشكرك. بلغنا يعني كل ما يتعلق بالانتهاكات التي حصلت ضد المتظاهرين إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة، وثقنا عمليات القتل وعمليات الاعتقال ومداهمة الناشطين في بيوتهم وما قامت به الميليشيات، وقالت الأحزاب من تهديد لهؤلاء الناشطين، وواصلنا المتابعة مع منظمات داخل العراق أيضا، حيث زودتنا بأسماء وزودتنا بظروف اعتقال لعدد من المتظاهرين من قادة الحراك، ثم أيضا زودتنا بما يوثق عمليات التهديد التي تمارس ضد هؤلاء الناشطين. نعم. تجادل الحكومة وتدافع عن انتهاكاتها وممارسات أجهزة الأمنية أن هذه الانتهاكات فردية معزولة وليست ممنهجة كما تقول الحكومة. هل فعلا هذه الانتهاكات فردية معزولة وليست ممنهجة من خلال المتابعة والرصد لمركزكم أو من تتعاونون معه؟ يعني في أي دولة بالعالم عندما ننظر إلى حادثة معينة، إذا إلى انتهاك معين، إذا هذا الانتهاك حدث لمرة واحدة ولم يتكرر فهذا حادث فردي، إذا هذا الانتهاك قام به شخص أو مجموعة أشخاص
وانتهى الأمر، وقد يكون هنالك تحقيق أو وانتهى الأمر، هذا الحادث يسمى فردي. أما أن تمارس الانتهاكات من عام 2003 ولحد الآن بصيغة يومية وتتكرر نفس الانتهاكات بنفس الطريقة، وأحيانا الأساليب تتعدد، يعني عندما تقوم القوات الحكومية بما أسمته في سنوات سابقة حملات الاعتقال، يعني نتذكر نحن وثقنا في عام 2015 حملة اعتقال في يوم واحد ل 1500 شخص في مناطق أبو غريب مثلا، حملة اعتقال في المكان الفلاني ل 200 شخص، وثم يختفي معظم هؤلاء ولا يعرضون على محكمة وحينما عادلة. تحشر أو توضع السلطة أيضا في زاوية تذهب إلى تشكيل لجنة تحقيقية، وبالتالي لا ترى نتائج هذه اللجنة على الرغم من مرور سنين. عملية تسويف اللجان نحن ثبتناها في الأمم المتحدة لدى مفوضية حقوق الإنسان ولدى اللجان المعنية داخل الأمم المتحدة، ثبتنا ذلك ووصفناه توصيف دقيق جدا لما تم تشكيله من اللجان داخل العراق. طالبناهم أن يطالبوا بالنتائج وأن يطالبوا بما توصلت به هذه اللجان. قدمنا لهم أمثلة على لجان كثيرة شكلت في سنوات ماضية ولم تظهر نتائج لحد الآن، وبالتالي هذا شخص على المستوى الدولي، ولذلك كانت هنالك مطالبات دولية نعم، بأن يعرض ملف العراق على المحكمة الجنائية سنتحدث الدولية. عن هذه القضية لو سمحت لي. نعم. الحكومة تتحدث وتكرر دائما أنها تحترم حقوق الإنسان، تقيم اعتبار ووزن لمعايير حقوق الإنسان في التعاطي مع، خاصة مع المعتقلين في السجون السرية والعلنية. المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان كيف تنظر إلى هذا الادعاء، إلى هذا التأكيد؟ هل تحمله على محمل الجد؟ تصدق به؟ لا طبعا، يعني هذا اصبح مجرد كلام للتسويف وللتغطية على الانتهاكات، لم يعد احد حقيقة ينطلي عليه هذا الكلام، سواء في هيئات المتحدة او سواء على مستوى المنظمات غير الحكومية، ونحن من ضمن هذه المنظمات. الامم المتحدة نفسها يعني التقرير الاخير ليونامي أكد عند زياراته للسجون أن هنالك انتهاكات كثيرة تقع على المعتقلين وهنالك ممارسات للتعذيب، وأكد أن السلطات الحكومية ترفض أن يلتقي ممثلو يونامي الذين هم في العراق لمساعدة العراق وليسوا مراقبين عليه لمساعدته، يرفضون أن يلتقون بالمعتقلين. فأصبح من الواضح جدا أن ما تقوله الحكومة، ما تقوله السلطات من أن هنالك معاملة جيدة للمعتقلين أو أنهم يخضعون إلى محاكمات أو محاكمات عادلة، طبعا هذا كله هو مجرد عملية تغطية على انتهاكات حقوق المعتقلين. يعني على الرغم من أن عمر الانتهاكات في العراق يقترب من 16 سنة، وموثق هذه الانتهاكات موثقة حتى بالصوت والصورة، لكن المفارقة أنه لم تتم ملاحقة أي ممن ارتكب هذه الانتهاكات والجرائم، سواء من الأجهزة الأمنية أو الميليشيات، ولم يحل ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، إلى محكمة لاهاي، كما جرى في مناطق أخرى في يوغوسلافيا، في رواندا وغير ذلك. لماذا برأيك؟ يعني أولا هذا الموضوع يعني بالتأكيد هنالك مسائل سياسية كثيرة يعني تؤدي إلى عرقلة هذا الأمر، منها بالدرجة الأساس أن قضية العراق بدأت مع الاحتلال الأمريكي، فهنالك دائما وجود للولايات المتحدة في توجهات العمل الدولي المتعلق بكيفية المحاسبة للانتهاكات التي جرت في العراق. الأمر الثاني أنه لا الولايات المتحدة ولا العراق هم أعضاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رغم الدعوات المستمرة. المفوض السامي لحقوق الإنسان ودول عديدة دعت العراق إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، يعني هنالك جرائم يجب أن تخضع إلى
المحكمة الجنائية الدولية، هنالك جرائم دولية ترتكب فيما يتعلق بالجرائم التي تقع تحت باب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب وجرائم الإبادة، وقد تكون جزء من عدها يعني ليس السلطات العراقية، حتى الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية وغيرها يعني، نعم لكن السلطات العراقية ترفض ذلك للأسف يعني، فلم تنضم إلى هذه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لكن هنالك مجالات أخرى هي تحت أشكرك، الطرق يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع. شكرا يا سيد ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، كان معنا من جنيف عبر سكايب.